PHP ضمن HTML. إن الكود الذي قمنا بكتابته في الدرس السابق هو عبارة عن كود PHP فقط. أما الآن فسنقوم بكتابة كود PHP ضمن كود HTML. قم بفتح مستند نصي جديد. اكتب معرف البداية في لغة HTML كما ترى، وقم بإنهائه أيضا. ثم ضع معرف ترويسة مستند الصفحة هيد، وقم بإنهائه بنفس الطريقة. اكتب ضمن المعرف هيد المعرف تايتل، وقم بإنهائه أيضا، وهو معرف عنوان مستند HTML، واكتب ضمنه العنوان الذي ترغب به. الآن وتحت المعرف هيد قم بكتابة معرف جسم مستند HTML باستخدام معرف بداية ونهاية جسم الصفحة، وهو المعرف body. الآن أصبح بإمكانك كتابة كود PHP ضمن مستند HTML، وذلك ضمن معرف جسم مستند HTML. قم بوضع معرفي البداية والنهاية لبلوك كود PHP ضمن المعرف body، ثم اكتب ضمنه الأمر print متبوعا بالعبارة hello world بين علامتي تنصيص. قم بحفظ الملف كما جرت العادة ضمن المجلد htdocs باللاحقة PHP، وليكن اسمه phpinhtml.php. الآن شغل برنامج سيرفر الأباتشي من القائمة ابدأ، ثم من قائمة البرنامج أباتشي انقر على الأمر start. افتح مستعرض الويب ثم اكتب ضمنه العنوان http localhost phpinhtml.php، وستلاحظ أن المستعرض قد طبع عبارة hello world. هذا يعني أنك قمت بطباعة كود PHP ضمن كود HTML. بإمكانك كتابة العديد من بلوكات PHP ضمن نفس مستند HTML بشرط أن تبدأها وتنهيها بنفس المعرفين كما في المثال السابق.